نقدر نقول لك علاش بصح كيختاروني، لانني واحد انسانه كنخلق جو زوين، كنادي العمل ديالي على اكمل وجه، كنحفظ حفاظتي، السيناريو ديالي كنضبطو، الشخصيه ديالي كنقلب عليها، كندير فيها لي ريغوشيرش، علاقاتي زوينه مع الناس اللي يعني لونتوراج ديالي وممثلين اللي كاينين معايا، كنسالي العمل ديالي وكنمشي بحالاتي نضاري. دابا حاليا فما بقيتش كتربطني علاقات، ما بقيتش باغا صداقات، ما بقيتش باغا بزاف ديال الحوايج اللي كنضريت، وبزاف ديال الناس ولاو كيبانوا ليا واضحين ترونسبارون، يعني وانا صراحه ما بقيتش باغا لا نفاق لا معاشره لا بزاف ديال الحوايج، نبقى عزيزه نمشي بحالاتي وندير امونت خاص بيا ابغ العمل، يعني في سبور، في اصدقاء خارج الميدان، في ديزاكتيفيتي اللي غيفيدوني، نمشي نقرا دي لونغ، نديها في فولدي في داري، في بزاف ديال الحوايج. وي مسلسل جوديا حتى انا كنت سناها بفارغ الصبر، وي في بطوله مطلقه، وكنحمد الله وكنشكره، لان نقدر نقول لك انا من الناس اللي جو شيرش با، ما كنقلبش على بطوله مطلقه، لعبت ادوار رئيسيه بزاف، يعني كنكون بطله من الابطال ديال الاعمال اللي دازوا، ماشي مره ماشي جوج، يعني انا واحد من الممثلات اللي كنفضل انني نكون غاديه في واحد المسار نيشان وتكون عندي استمراريه، فهداك الشيء علاش كنت خوف من الجمهور المغربي انني يكون باني ليا واحد الصوره وما نكونش قد هذيك الصوره ديالو. باغ كونتر في جوديا الثقه اللي تعطاتني من عند ناس اللي كيفهموا في الميدان الفني وكيفهموا، عندهم تبارك الله امل اللي ناجحه ودازوا، خاصه المخرجه صفاء بركه، يعني اول عمل درامي ديالها طويل، ويعني وكنت قاسم معها هذه التجربه وعطاتني هذه الثقه هذه، فانا فرحانه بزاف انني تشاركت معها في هذا العمل. وكذلك خالد النقري حتى هو كان من الناس اللي تقوا فيا، فجوديا يعني في احداث كبيره، في شخصيه مركبه، في بزاف ديال جوديات اللي غادي نشوفوا، ماشي جوديا واحده، وفي ابتسام في بزاف ديال الشخصيات، فهذا هو اللي زوين. ودرت فيه واحد ليفور لي كبير، وكنظن ان الجمهور المغربي ان شاء الله غادي يشوفني باطلاله اللي مختلفه ومغايره على الاعوام اللي دازوا. فعلا هو الدور صراحه ماشي انا اللي كنت فيه في الاول، ولكن من بعد يعني اتصلوا بيا، انا ما كان في راسي حتى شي حاجه، اتصلوا بيا وكان يعني قال لك فوالا الدور بالنسبه له راه شنو شفنا فيه وشنو شفنا فيه، ولقينا ان البروفيل اللي باغين هو انت ماشي شي حد لاخر، وبالنسبه لي هذا شرف لي كبير وحمل على ظهري، اللي كنظن انني ان شاء الله غادي نكون توفقت واديت العمل كيف ما كان خصو يكون، وكان نشكرهم جميع على الثقة اللي تقوا فيها. جوديا واحد البنت اللي غادي نقدر نقول لك من طبقة اجتماعية متوسطة، بنت مشاهدة، بنت بحال بزاف البنات ديال الأسر الشعبية وأسر العادية، ولكن عندها واحد الماضي اللي خلاته لها الأم ديالها اللي ما مريقلش كيف ما كنقولوا، ما صافيش، واللي كان أثر على الأم ديالها وعلى المود ديالها، وهي كان خصها تنوض وتصلح هذا الماضي وتوقف عليه باش تقدر تزيد القدام اللي هي اللي اختها، فكترجع وكتصفي هاد الوراق هما اللي غادي نعرفوا ان شاء الله، اللي فيهم انتقام، فيهم شخصيه اخرى، فيهم يعني فيهم جوديا يعني بشكل اخر، كنشوفوها مني كتنتقل من البدايه ديالها، كيفاش كتوصل، شنو الشخصيات اللي كتلقى معاهم، شنو الكذوب اللي كتكذب، شنو الصراحه اللي كتقول، شنو الانتقام اللي غادي دير، بزاف ديال الاحداث مشوقه اللي كاينين في هذا العمل اللي فريمون كنشوفوا بانه جميل جدا وغادي يقيس بزاف الاسر المغربيه.
كاستينغ حلو بزاف معايا عبد النبيل بنيوي فريمون هاد بغيت نقول ليه شابو عبد النبيل عزيز عزيز وغالي وبارتنير اللي كان زوين معايا في العمل كان بيناتنا واحد يعني واحد تعاون كبير بالنسبه لي اخ وصديق وانسان اللي معطى اللي جينيرو كيضحكني بزاف كيضحكني في التورناج واحد الدرجه كبيره غادي نقول لكم كيك خلي نتك بغي نصور وكيقول لي تعتبر ابتسام العروسي من بين السلحفات التي تقتات على العشيشيبات هاد النويطه كانت عنده بعد المره ثاني هيك بغي نصور كيقول لي تعتبر ابتسام العروسي من بين الحمامات التي تظهر نهارا وتختفي ليلا هادي كانت فريمون ديال النويطه ديالو كنضحكوا بها بزاف كاين سي حميد الزوغي اللي بالنسبه لي قامه من القامات الكبار واللي هو اول مخرج وقفت قدام الكاميرا ديالو اول مخرج واول عمل عندي في حياتي كان مع الاستاذ حميد الزوغي في مدينه خريبكة وهنا في جوديا كان معايا في دور بطوله وهذا شرف ليا والله يحفظه الله يحميه كنقول ليه الله يخليك لينا وتاج فوق راسنا انسان عظيم جدا وفنان كبير بزاف 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 كاينه لالا نجاة الوافي ممثله عظيمه وكبيره ورزينه وان شاء الله عوده موفقه لها فكانت معنا كاين تولى من الممثلين هاجر مصدوقي خديجه زروال خديجه علوش بلوتو اعتذر خديجه علوش احلام حجي كاين بزاف ندى حتى هي كاينين بزاف ديال الممثلين شباب وان شاء الله جواد سايح كاين مفاجات في المسلسل شوف هو الميدان كبير تبارك الله وكاين بزاف ديال الممثلات وكاين بزاف ديال يعني لو شوا ديال الانسان يختار ولكن نقدر نقول لك علاش بصح كيختاروني لانني واحد انسانه كنخلق جو زوين كنادي العمل ديالي على اكمل وجه كنحفظ حفاظتي السيناريو ديالي كنضبطو الشخصيه ديالي كنقلب عليها كندير فيها لي ريغيرش علاقاتي زوينه مع الناس اللي يعني لونتوراج ديالي والممثلين اللي كاينين معايا كنسالي العمل ديالي وكنمشي في حالاتي لداري ما كنبغي صداع ما باغا صداع وخاصه دابا حاليا فما بقيتش كتربطني علاقات ما بقيتش باغا صداقات ما بقيتش باغا بزاف ديال الحوايج اللي كنقول هو انني ادي العمل ديالي نشوف الاصدقاء ديالي اللي هما دي كوليك في العمل نشوفهم يعني الزملاء ديالي ونرجع في حالاتي فريمون لان نقدر نقول لك انني دريت وبزاف ديال الناس ولاو كيبانوا ليا واضحين ترونسبارون يعني وانا صراحه ما بقيتش باغا لا نفاق لا معاشره لا بزاف ديال الحوايج بالعكس وليت كنشوف راسي انني نادي العمل ديالي نشوف الزملاء ديالي نضحك معاهم نشط معاهم ونبقى عزيزه نمشي في حالاتي وندير ان موند خاص بيا ابار العمل يعني في سبور في اصدقاء خارج الميدان في ديزاكتيفيتي فيتي اللي غيفيدوني نمشي نقرا دي لونغ نديها في فولدي في داري في بزاف ديال الحوايج قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم